شايفين ده يا جماعة؟ أنا سيف أنا سيف وين؟ جاية عشان أوريكم البتاع ده. طبعا انتوا ممكن في شوية منكم هيتسأل هو ايه دوت. هو الاند دراجون اللي في ماينكرافت. هو دي عينه وبقه وراسه همت، ده جناحه وده التاني وده ديله ورجله مش عارف اعملها. ما تضحكوش. اللي مش عارف شكله في اللعبة هوريهوله بعد شوية حالا. بس استنوا كده، بس هعمل لكم عرض. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه دي؟ دي البتاع اللي في عالم الاند في ماينكرافت، اللي هي لما نضرب التنين تزود له قلوبه تاني. وده هو الخط اللي هو يعني اللي بيديه القلوب، يعني على انه هو الخط اللي بيديه القلوب. عملته بالعافية يعني. طيب دلوقتي هوريكم صورة التنين الحقيقي. خلاص كده يا جماعة، هو ده التنين. لو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لايك واشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، واكتبوا لي في التعليقات التنين اللي انا عملته من المكعبات ده عجبكم ولا لا. دلوقتي بقى مع السلامة، سلامات وباي بايات. باي باي.